إذن تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. غريب جدا ظهور برج إيفل الشهير الباريزي، يعني يظهر بمدينة بني ملال في مشهد مثير صراحة، لم يسبق رؤيته في المغرب من قبل في مشاهد نادرة وحصرية. بطبيعة الحال القناة الشعب قناة شوف تي في، مشاهد حصرية ونادرة بطبيعة الحال. أذكر مباشرة من مدينة بني ملال، وبالضبط من أمام الباطمات، يعني حي الباطمات، حي السعادة حاليا. ظهور برج إيفل الباريزي هنا في مشاهد ستندهش من رؤيتها بطبيعة الحال. متابعينا مشاهدينا الكرام، برج إيفل في بني ملال بطبيعة الحال حسب تعليقات أحد المشاهدين الكرام. وفعلا برج إيفل يظهر بمدينة بني ملال كيف ما كتشوفوا في التصور المباشرة. برج إيفل يظهر هنا بمدينة بني ملال. في مشاهد حصرية، في مشهد حصري بطبيعة الحال لقناة الشعب قناة شوف تي في، اللي دائما كتنفرد بالسبق الصحفي لغرائب وأشياء ما كتبانش بطبيعة الحال في بقية وسائل الإعلام والتواصل. هو برج إيفل كما كتشاهدوا معايا مشاهدينا متابعينا الكرام، برج ايفل حقيقي هنا بمدينة بني ملال. والصور غنية عن اي تعليق بطبيعة الحال مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في. هذا ماشي روتيني اليومي، ولكن هذا برج ايفل كيف ما كتشوفوا في الصورة
حقيقي جدا، يعني ماشي مفبرك. انا في بث مباشر، يعني فاش كنقولوا بث مباشر حنا في لايف، يعني كتشوفوا صور حصريه مباشره كيف ما كنصورها كتوصلكم مباشره. بعد الحال ده ماشي ضحك، ماشي تفليه، ولكن شي حاجه اللي حقيقيه، شي حاجه اللي في ارض الواقع كيف ما كنشوفوا. هذا برج ايفل، احنا في حي الباطمات، حي السعاده حاليا. برج ايفل اذكر، غادي نقرب لكم شويه الصوره. والله العظيم برج ايفل هذا، كنشوف امامي برج ايفل كيف ما كتشوفوا معايا. الا كنت غلط ممكن تعطوني في تعليقات الا كان هذا ماشي برج ايفل. مشاهدينا متابعينا الكرام، كاين تعليقات كياكدوا انه برج ايفل طبيعه الحال. كاين مشاهدين كرام تيشوفوا معايا هادشي اللي كنشاهدو، هما اللي كيشوفوا بطبيعه الحال تيقولوا بانه برج ايفل حقيقي. برج ايفل يظهر، يظهر ظهور برج ايفل اليوم بمدينه بني ملال في مشهد غريب ونادر بطبيعه الحال. متابعينا مشاهدينا الكرام، لا لا اخي ماشي ضوء ليزر، هذا هذا برج ايفل حقيقي، ماشي اضواء ليزر. ممكن تجيو لحي الباطيمات، حي السعاده حاليا في مدينه بني ملال، وتاكدوا من الامر بطبيعه الحال. هذا برج ايفل حقيقي، انتم كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الكرام، ماشي صور ليزر وماشي اضواء مرسوم بالاضواء. هذا برج ايفل حقيقي واقعي، وأكد الأمر برج إيفل حقيقي واقعي، ماشي صور ليزر أو أضواء. يمكن لكم تجيو لعين المكان وتأكدوا من الأمر بطبيعة الحال. كاين مشاهدين كيطلبوا مني نقرب منهم بطبيعه الحال. مشاهدينا متابعينا الكرام، غادي نحاول نقرب، غادي نمشي معكم من هذا المكان للناس اللي كتشكك في هذا الامر، وغادي تشوفوا بانه برج حقيقي بطبيعه الحال. ما يمكنش تكذبوا على الناس بطبيعه الحال. برج ايفل حقيقي يظهر في مدينه بني ملال، واللي بغى يتاكد من الامر موجود قرب الجماعة الحضرية، قرب مقر الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال. هذا تقريب قريب من هذا المكان فين كاين.
كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الكرام، هذا هو البرج هنا. والله العظيم أؤكد الأمر، هذا برج إيفل حقيقي. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.